تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل من الجميع الصلاة، يا رب وفقنا لأداء هذه الفريضة في وقتها مع الجماعة. اللهم ارزقنا يا كريم الخشوع والإخلاص في الركوع والسجود، واجعلنا يا رب من عبادك المخلصين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا في هذه الساعة المباركة، هذه الساعة التي فيها الجبال الساجدة والأيادي المتوضئة والقلوب الخاشعة. نستحضر أحبابنا الذين غادرونا من دار الفناء إلى دار البقاء، عدد من المسلمين وعدد من الأخيار والأبرار والصالحين هم ضحايا فيروس كورونا. أصابهم المرض وتلقفهم الفيروس، ورغم العلاج ورغم المثابرة، ربنا سبحانه وتعالى شاءت قدرته أن يختارهم إلى جواره، وخرجوا من دار الفناء ورحلوا إلى دار البقاء. ولعل العائلات والأحباب والمقربين منهم يشعرون بحزن عميق، ويشعرون بأسى وجرح لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام، نرفع سويا أكف الضراعة إلى الله، ندعو الله تعالى لهم بالرحمة والمغفرة والرضوان، وندعو لكل أموات المسلمين، كل أموات المسلمين الذين ماتوا هذه الأيام، سواء بسبب فيروس كورونا أو ماتوا موتة ربانية شاءت كما شاءت قدرة الله. قتل كيف قدر، كل شيء مقدر عند الله. ندعو لهم جميعا، بل أدعو الأحباب الكرام كلا منا أن يستحضر من مات من عائلته وأحبابه ومقربيه، وندعو لهم ولكافة المؤمنين والمؤمنات ولكافة المسلمين والمسلمات. فهذه ساعة مباركة عقب الصلاة، والوجوه نورانية والقلوب طاهرة والأيادي متوضئة والجباه ساجدة، ولعل الرحمن سبحانه وتعالى يباهين من الملائكة. فاللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا من كتب على نفسه الرحمة، يا الله، يا من قال وقول الحق إن الله رحيم بالعباد، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترحم كل من فقدناهم من الأحبة. اللهم إنهم انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء، وإنهم الآن في قبورهم شفاة عراة يفترشون التراب ويتغطون بالتراب، ولا أحد عندهم سوى رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم إنهم عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، يا ربي إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم إنهم في الدنيا كانوا من أهل الإيمان وكانوا من أهل اليقين وكانوا من أهل الصلاح وكانوا من أهل الفلاح، يا رحمن يا رحيم. اللهم إنهم قد أصابهم المرض الشديد وصبروا على هذا الابتلاء،
فاللهم تقبل منهم صبرهم على البلاء، اللهم تقبل منهم صبرهم على البلاء، وامنحهم يا ربنا درجة الصابرين، اللهم امنحهم درجة الصابرين، الصابرون الذين يوفون أجورهم بغير حساب. وأنت القائل يا رحمن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، اللهم وفي لهم الأجر ووفي لهم الرزق ووفي لهم الجزاء. اللهم يا رب العالمين إنهم كانوا لك من المصلين، فتقبل منهم صلاتهم لك يا رب، وتقبل منهم ركوعهم وسجودهم وذهابهم خطوات إلى المساجد وحضور الجمعة. اللهم إنهم كانوا يذهبون كل وقت إلى المساجد، فثبت على الصراط أقدامهم، اللهم ثبت على الصراط أقدامهم يوم تزل الأقدام يا رحمن يا رحيم. اللهم إنهم كانوا لك من الصائمين، كانوا يصومون رمضان، وكانوا يصومون ستة من شوال، وكانوا لا يدخرون شهدا في صيام أيام الفضل، فاللهم يا ربي يا كريم تقبل منهم صيامهم، وتقبل منهم صدقاتهم، وتقبل منهم أعطياتهم وسائر طاعاتهم وسائر صالح أعمالهم. اللهم ثقل بها ميزانهم يوم القيامة، واجعلهم من الفائزين، اجعلهم من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إن هؤلاء الموتى كان الكثير منهم يقرؤون كتابك، كانوا يا ربنا لكتابك تالين، يقرؤونه بالليل وبالنهار، ويسمعونه في المحافل، وكلما سمعوا القرآن خشعت أبصارهم، وكلما سمعوا القرآن اهتزت أفئدتهم. اللهم شفع فيهم القرآن يا رب، شفع فيهم القرآن، إنهم من أمة القرآن، وارحمهم من النيران، اللهم ارحمهم من النيران، واجعلهم يا رحمن ممن يرتقون في الجنة إلى آخر آية قرأوها في الدنيا. اللهم يا ربي يا كريم اجعل كل ما قرأ من القرآن، وبلدنا المغرب بلد القرآن، بلد الكتاتيب القرآنية، وبلد المساجد التي يقرأ فيها الحزب الراتب، اللهم اجعل كل ما قرأناه جميعا من القرآن العظيم يكون لهم نورا وضياء في قبورهم، يرتقون بها إلى أعلى الدرجات الجنان. اللهم يا ربي يا كريم ارزقهم بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم يا رب العالمين ارحمهم جميعا رحمة واسعة، اللهم احل روحهم محل الأبرار، وتغمدهم بالرحمة أثناء الليل وأثناء النهار يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم إن عبادا لك يقرؤون القرآن بالليل والنهار، ويختمون كلامك في هذه الأيام، في هذه الأواخر من شعبان. هذه الأيام تسمى أهل القراء، كان الصحابة والصالحون إذا أقبلت الخمس عشر الأخيرة من شعبان أغلقوا حوانيتهم وفتحوا مصاحفهم يقرؤون القرآن، يسمى شهر القراء. نحن جميعا نقرأ كلامك يا رب العالمين، فأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى كل أمواتنا، سواء ممن ماتوا بالكورونا أو ماتوا بأي موت آخر، ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إليهم جميعا، وضاعف رحمتك ورضوانك عليهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. اللهم باعد بينهم وبين ذنوبهم كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. يا الله يا الله يا حنان يا منان يا واسع المغفرة والرضوان، اغفر لنا ولهم، ارحمنا وارحمهم، عافنا واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بدلهم دارا خيرا من ديارهم، اللهم بدلهم دارا خيرا من ديارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اجزهم عن الإحسان إحسانا، اجزهم عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا.
يا رب إن هؤلاء الذين ماتوا من الأحبة نحسبهم أنهم كانوا من المحسنين، فزد في حسناتهم، اللهم زد في حسناتهم، ونحسبهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فزدهم من بركاتك ورضوانك يا رب العالمين. وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم آنسهم في وحدتهم، اللهم آنسهم في وحشتهم، اللهم آنسهم في غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين، أنزلهم منازل الصديقين، منازل الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم لأمواتنا أجمعين وأموات المسلمين كافة يا رب العالمين. نسألك يا رحمن يا رحيم أن تجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. يا رب يا كريم، لا تبعث لهم في قبورهم نكير ولا منكر. اللهم لا تبعث لهم نكير ولا منكر، وابعث لهم بشير ومبشر. ابعث لهم بشير ومبشر. يا رب إن جاءهم الملكان يسألونهم، كل من سأله المكان من ربك فأله صواب، وليقل ربي الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. اللهم وإن سأله ما دينك فألهمهم الصواب، وليقل ديني الإسلام، ديني الإسلام. وإن سأله من نبيك فألهمه الصواب، وليقل نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب ثبتهم عند سؤال الملكين، يا رب ثبتهم عند سؤال الملكين. يا رب بحق قولك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا رب اجعلهم من الذين ثبتهم عند سؤال الملكين، لا تبعث له نكير ولا منكر، ابعث لهم بشير ومبشر. اللهم يا رحمن يا رحيم، افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، وافرش قبورهم بفراش الجنة. اللهم يمن كتابهم، ويسر حسابهم، ووسع مدخلهم، واملأ قبورهم بالرضا والنور والفسحة والسرور يا رحمن يا رحيم. وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، نسألك في بجودك وكرمك أن ترحمهم رحمة واسعة. يا رب إن هؤلاء كلهم عبادك، بنو عبيدك، بنو إمائك، خرجوا من روح الدنيا وسعتها، وخرجوا وابتعدوا عن محبوبيهم وأحبائهم، خرجوا إلى ظلمة القبر وما هم لاقين فيه. يا رب إنهم كانوا جميعا يشهدون أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. يا رب يا كريم، إنهم نزلوا بك وأنت خير المنزلين، وأصبحوا فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. يا رحمن يا رحيم، آتهم برحمتك رضاك، وقهم فتنة القبر وعذابه. اللهم آتهم برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثهم إلى جنة رضوانك. يا رحمن يا رحيم، ارحم موتنا أجمعين. اللهم ارحم جميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات. يا رحمن يا رحيم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تيمن كتابهم وتيسر حسابهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم، وتقل بالحسنات ميزانهم، وثبت على الصراط أقدامهم. اللهم انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، أسكنهم في أعلى الجنات بجوار نبيك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب يا كريم، أمنهم من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل أنفسهم آمنة مطمئنة،
ولقنهم حجتهم واجعلهم في بطون القبور مطمئنين وعند القيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجتك سابقين. يا رب ارحمهم تحت الأرض واسترهم يوم العرض ولا تخزهم يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزهم يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رحمن يا رحيم اللهم انظر إليهم جميعا نظرة الرضا، فإن من تنظر إليه نظرة الرضا لا تعذبه أبدا. يا رب أسكنهم فسيح الجنات واغفر لهم يا رحمن، اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. يا من قلت ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. يا رب أدخلهم الجنة بلا حساب. يا رب يا من تقول لعبادك المؤمنين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا رب يا كريم يا من قلت ورحم وقولك الحق بأن رحمتك وسعت كل شيء، إن رحمتك وسعت كل شيء. اللهم ارحمهم وارحمنا وارحم جميع عبادك يا أرحم الراحمين. ارحمنا رحمة تطمئن بها نفوسنا وتقر بها أعيننا. اللهم احشرنا مع المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم احشرنا مع أصحاب اليمين واجعل تحيتنا سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اجعلنا مع المتقين الذين قلت فيهم في ظلال وعيون في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. يا الله يا الله يا رب بشرنا بشرات الخير، بشرنا بالجنة، بشرنا أجمعين بالجنة. يا رب واجعلنا من بشرتهم بقولك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وهم فيها خالدون. يا رب اجعلنا منهم يا كريم، اجعلنا من الذين أدخلتهم الجنة وجعلتهم فيها خالدين، اجعلهم ممن أكرمتهم بكرمك وجدت عليهم بجودك، ممن قلت فيهم في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحم جميع أمواتنا وارحمنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم
اللهم ارحمنا يا ذا الجلال والإكرام إذا جاعت ساءتنا، يا رب إذا جاعت ساعتنا فارحمنا، ارحمنا يا حنان يا منان، ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر منا الأنين والحنين. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات، اللهم ارحمنا إذا فاضت العبرات وتكشفت العورات، اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. يا رب ارحمنا يا كريم، ارحمنا إذا تأكدت فجيعتنا فجعة الفراق للأهل والرفاق. اللهم يا ربي يا كريم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وكان إليك يومئذ المساق، وداعا أبديا للدور والأسواق والأقلام والأوراق إلى من تدل له الجباه والأعماق. اللهم ارحمنا يا رب، ارحمنا إذا أدركنا الموت وإذا وارانا التراب وغلقت من القبور الأبواب وانفض عنا الأهل والأحباب فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب. اللهم ارحمنا يا رب العالمين، ارحمنا إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم ارحمنا يا حنان يا منان، وشفع فينا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أدخلتهم الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب بفضلك وجودك يا رحمن يا رحيم، وارزقنا اللهم حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، اجعل آخر أنفاسنا من الدنيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. اللهم ارزقنا ميتة ونحن ساجدين بين يديك، اللهم ارزقنا ميتة ونحن ساجدين بين يديك، اللهم ارزقنا ميتة ونحن ساجدين بين يديك. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ورحم الله عبدا قال آمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.